كاين واحد المستثمرات بنين فيهم تجمعات سكنيه بالضبط بالهدف. ومن بعد كان في 2018 تم توقيف القرار التنفيذي. ودركا واش خرج؟ دركا خرج قانون هذاك اللي راهم يبداو يطبقوا ويديروا الاحصاءات لازالوا هذيك يعرفوها البلديه كلش. واش يديروا؟ هذوك الناس اللي بناو تجمعات داروا بناء ريفي فوق ارض فلاحيه وبطريقه غير قانونيه، الان في الزيرو دو غادي يسولوا لهم الوضعيه، يديروا الاقتطاع بلجنه ولائيه ماشي لجنه وطنيه، ويديروا لهم الاقتطاع ويسولوا لهم الوضعيه.